السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب، أبنائنا الأعزاء، إن شاء الله هنكمل مع بعض حلقات التأسيس اللغة الإنجليزية، وإحنا ما زلنا مستمرين في الحروف الهجائية الإنجليزية. تعالوا نفكر مع بعض. الحروف هي A B C D E F G H I J K L M N. هناخد النهاردة مع بعض في الفيديو حرف ال O P Q R، أربع حروف إن شاء الله في الفيديو النهاردة هنتكلم عنها، وهنتكلم إزاي بتتكتب وإزاي بتنطق الصوت بتاعها، وكمان كلمات بتدل عليها وبادئة بالحروف دي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. بسم الله وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حرف النهاردة معانا في الفيديو هو حرف ال O. O بيتنطق او، والصوت بتاعه اه اه. تعالوا نشوف بيتكتب ازاي ما بين خطين الانجليش. الكابيتال منه واقفه سانده على السطر التاني من الانجليش، وطلع فوق قلنا لغايه الخط الوهمي، الخط اللي هو مش حقيقي اللي احنا بنتخيله، اللي هو الخط السما اللي هو فوق الخط الاول من خطوط الانجليش. امال الاو الصغيره مكتوبه ما بين السطرين الانجليش، اخده المساحة ما بينهم. تعالوا نشوف زي ايه عندنا كلمات بتبدأ بحرف الأو، زي كلمة أورانج أورانج أورانج، برتقانة. طيب عندي كمان أوليفز أوليفز، اللي هو معانا كمان كلمة زي كلمة أويل أويل اللي هو الزيت. كده خلصنا مع بعض حرف الأو. معانا كمان حرف البي، حرف البي. طيب حرف البي قلنا بنتنطق به 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 به، وده مش زي حرف البه بتاعنا خالص، لأن الحرف ده مش موجود في اللغة العربية. طب تعالوا نشوف حرف البي اللي بيتنطق به ده بيتنطق بيكتب ازاي. قلنا ما بين خطين الانجليش واقف العمود بتاعه بتاع البي، وساند على السطر الثاني من الانجليش، وطالع الدايره بتاعت البي لفوق السطر الاول. طيب السمول الدايره ما بين السطرين، والعمود بتاعها نازل لتحت. طيب تعال نشوف زي ايه، زي كلمه بن بن، قلم جاف بن. كمان عندنا ايه، بنسل بنسل بن وسل بنسل، نفس الحروف بتاعت بن اهي بن، وبعدين زودت لها سي اي ال ده في القلم الرصاص. طيب تعالوا كمان نشوف معانا ايه. معانا اخدنا كده لغاية دلوقتي حرف الاو، وكمان اخدنا حرف البي. بنكمل مع بعض بقيه الكلمات اللي بحرف البي، زي ايه، زي كلمه بيراميد الاهرامات. بيراميد يبقى هنا دي لو زودنا لها اس تبقى، بلاش ندخل في المواضيع دي، هي الوقت هي ده هرم واحد بيراميد بيراميد بيراميد. طيب بنقسمها المقاطع عشان يبقى سهل عليكم، بي را ميد بي را ميد. طب عندي كمان بيانو بيانو بيانو. طيب امال دبوس بن بن، خدوا بالكم قلم جاف كان بي اي ان، لكن الدبوس بي اي اي ان بن. طيب الإناء أو الحلة اللي بنطبخ فيها اسمها بوت بوت. طيب تعالوا كمان ناخد مع بعض حرف الكيو، اسمه كيو وبيتنطق كوه كوه كوه، وهو اسمه كيو. طيب تعالوا نشوف الكابيتال منه والسمول. الكابيتال منه ده دايرة زي الأو بالظبط، وطلع فوق لغاية السطر اللي فوق، ونازل منها شرطة في الجنب، دي كابيتال. طب السمول الدايرة ما بين السطرين، وبص ناحية ايدنا الشمال، ونزل العمود بتاعها لتحت. الكلمات اللي معانا بتبدأ بحرف الكيو زي كلمة كوين كوين، ملكة كوين. طب معانا كمان زي كلمة كوايت اهو، يعني هو كوايت، اقعد ساكت كوايت، هدوء كوايت. طيب الحرف معانا النهارده في الفيديو ده هو حرف الار. ار بيتنطق ار، وهو الصوت بتاعه ره ره ره. طيب تعال نشوف، ادي الصوت ببقى كاتباه في الجنب كده، لكن هو الحرف ده. طب تعال بيتكتب ازاي، ار
كابيتال منها قلنا الدائرة بتاعتها زي البي على طول اللي احنا لسه اخدينها دلوقتي اللي هي بي فور بن، الدائرة بتاعتها لفوق السطرين، وبعدين هنا دي عشان الار نازل منها نقول ايه زي رجلين كده سابقة لقدام. طيب هنا الار الصغيرة ده عمود، وبعدين طالع منه كده علامة واصلة لغاية السطر الانجليزي الاول. طب زي ايه؟ زي كلمة ريد احمر، اللون الاحمر ريد، زي كلمة رولر مسطرة، رولر مسطرة، رولر مسطرة، زي كلمة راديو، راديو اللي هو الراديو، زي كلمة روبوت، روبوت اللي هو انسان آلي. عندنا زي كلمة ريد يقرأ، رين بو، رين بو اللي هو قوس قزح، رين كأنها مطر، وبعدين بو رين بو. عندي كمان روك، روك روك اللي هي الصخرة. معانا كمان رابت، أرنب رابت، أرنب، ران يجري، ران يجري. معانا كمان رايت اللي هو صح، اما حاجة انت قلتها وانا قلت عليها رايت انها صح، او اقول لك موف رايت امشي يمين. طيب عندي كمان رج، رج اللي هي سجادة صغيرة. خلصنا مع بعض حروف النهاردة، اخدنا مع بعض حرف او وبي وكيو والار. دمتم في امان الله، اترككم مع مدة لحظات مع الصور، وهنزلها لكم ان شاء الله صفحة الفيسبوك. في امان الله.